طب عندي هنا لو ريكرنت انفكشنز تيجي للطفل ده ومعاها انيميا جامده وليمفادينوباثي، خدوا بالك هو كان في كونديشن الاولانيه بقى، في الاول كان في حاجات الليمف نودز ما تبقاش انلارجد خالص، ما بيبقاش في بي سيلز، لا هنا ليمفادينوباثي واضحه وانيميا جامده والاميونوجلوبينز عاليه مش واطيه، خدوا بالكم من الكلام بدانا نختلف هنا. وقال لك نيجاتيف نيتروبلوتيترازوليوم تيست، هو نيتروبلوتيترازوليوم تيست ده تيست او دي نتيجته الايجابيه دي، ان هو بيثبت وجود ايه النات بي اتش اوكسيديز انزيم اكتيفيتي شغاله وشغاله زي الفل، فيوم ما الاقي نيجاتيف نيتروبلوتيترازوليوم تيست ده لوحده ها بيشخص لي حاجه معينه في اللايسوزومز بتاع الخلايا وكونديشن اسمها كرونيك جرانيولوماتس ديزيز، الخلايا مش قادره تصنع النات بي اتش اللي هو اسينشال لللايسوزومز عشان ايه تكسر الايه البكتيريا والاورجانيزمز، فدول بيجي لهم كرونيك انفكشن على طول، وتبص تلاقي عندهم ايه انيميا من اوف كرونيك ديزيز وليمفادينوباسي من الانفكشن الموجوده والليمف نود شغاله، المشكله هنا في الجرانيولوسايتس مش في الليمفوسايتس، فالليمف نود شغاله وبتكبر بترياكت للانفكشن بتطلع ايمونوجلوبين بجنون لان في انفكشن على طول فتلاقيه عالي، مشكله ايه نيوتروفيلز اساسا. ونيجاتيف نيتروبلوتيترازوليوم تيست معناه نيوتروفيلز دي الفاجوسيتيك اكتيفيتي بتاعتها ضعيفه مش قادره تصنع الناد بي اتش ها وفيها ديفكت في تخليق الاهم اليمنت في تدمير ايه البكتيريا بالذات الاستاف وستريبت برضه. فدي كرونيك جرانيولوماتس ديزيز، يوم ما الاقي الانيميا والليمفادينوباسي والاميونوجلوبين رياكتنج عالي يبقى المشكله مش في الليمفوسايتس بقى خالص، ده احنا هنا جرانيولوسايتس، يوم ما الاقي النيجاتيف نيترو بلو تترازوليوم تيست يعني ده طالع نيجاتيف مش بوزيتيف، يبقى نات بي اتش ايه متاثر في كرونيك جرانيولوماتس ايه ديزيز. طب لو لقينا العيان عنده ريكيرنت انفكشنز وبيقول لك الوونز بتبقى بعد اي جرح بسيط تبقى انفليمد كده وسلو تو هيل وذ نو باس، هو نو باس يبقى مشكله نيوتروفيلز، خدوا بالكم من هنا. فالووند مش تبقى انفليمد ومش عارفه تهيل، شايفين المنظر ده انفليمد ده ومفيش باس وديفيكالت في الهيلينج جدا بتاعها، دي تمشي مع ليكوسايت ادهيجن ديفيشنسي او ادهيجن مولكيولز ديفيشنسي. الليكوسايت ادهيجن ديفيشنسي تمنع ان الليكوسايت تحصل لها كيموتاكسيس وتقرب للووند عشان تعمل الريبير ميكانيزم، فيحصل الوونز دي ما تبقاش يحصلش فيها ريبير، يحصل شويه انفكشن وبسيط يحصل انفلاميشن، ولكن نو باس لان الخلايا او الباس ديد نيوتروفيلز، النيوتروفيلز نفسها مش قادره توصل مش قادرة تعمل عملية كيموتاكسيس مظبوطة عشان في الآخر تموت وتعمل الباس، أصلا هي مش موجودة في المنطقة، مش عارفة أدهير للمنطقة، ليكوسايت أدهيجن مولوكيول إيه ديفيشنسي. فيوم ما ألاقي الريكرنت إنفكشن معاه ديفكت في الوند هيلينج ها سلو تو هيل وفي بتبقى إنفليم ده هي ويز نو باس يبقى ليكوسايت أدهيجن إيه ديفيشنسي. يوم ما الاقي هنا اهوت اللي بعيدها تاني بس عشان نفتكر، لو الاقي معاها نيجاتيف نيتروبلوتيترازوليوم والاميونوجلوبولينز عاليه والليمفادينوباثي ها وغالبا سابيوراتيف انفكشن تبقى كرونيك جرانيولوماتس ديزيز، يوم ما الاقي الوونز انفليمد في مشكله مع ريكرنت انفكشن الوونز ما بتحصلهاش هيلينج تبقى انفليمد وما فيش باس تبقى ليكوسايت ادهيجن ديفيشنسي. يوم ما الاقي المريض او المريضه في معاه الريكرنت انفكشنز البينيزم، شايفين الحواجب هنا عامله ازاي ها ونيوروباثي ونيوتروبينيا بالذات ايه ستاف انفكشن تحصل نتيجه لكده وبليدنج ابيستاكسيس وابنورمال لارج جرانيولز في السيلز، افكر في حاجه اسمها شيدياك هيجاشي سندروم، في ده بيبقى مينلي ديفكت في الايسوزومال ريجولاتوري بروتين اللي بيريجوليت ايه الايسوزومال ايه اكشنز داخل الخلايا، فبيأثر الحقيقه على عدد كبير من الخلايا منها الفاجوسيتيك سيستم ويحصل ريكرنت انفكشنز بستاف انفكشنز وبيأثر على البليتلتس يحصل ابيستاكسيس، ولكن الصفه الخاصه في السندروم دي انه يحصل البينيزم جامد جدا. يوم ما الاقي البينيزم ها مع حالة ريكرنت انفكشن افكر في الشيدياك هيجاشي سندروم اللي هي ديفكت في ايه في اللايسوزومال ريجوليتور ايه بروتينز داخل الخلايا، ومعاها نتيجة كده جرانيولز داخل الخلايا بتبدأ ايه تتكون، تبص تلاقي ايه
معذره، تبص وتلاقي الشكل ده، دي شيديا كيجاشي سندروم، نلاقي جرانيولز ابنورمالي لارج جرانيولز جوه الخلايا كده، هي اللايسوزومز اللي مش عارفه تشتغل تبدا تكبر، يحصل جرانيولز ايه جوه ايه الخلايا دي، كاركترستيك للشيديا كيجاشي سندروم. يبقى انا يوم ما الاقي نيجاتيف نايترو بلو تترازوليوم افكر في ايه؟ الكرونيك جرانيولوماتس ديزيز اللي هي ديفكت في الفاجوسيتك اكتيفيتي، مش عارفه تصدنا على النات بي اتش، ومعاها انيميا اوف كرونيك ديزيز، الليمف نود بترياكت لانها شغاله، الليمفوسايتس والاميونوجلوبولينز ايه بتعلى. يوم الاقي بور ووند هيلينج افكر في ليكوسايت ادهيجن مولكيول ديفيشنسي. يوم ما الاقي البنزم افكر في ايه؟ شيديا كيجاشي سندروم اللي بيبقى برضو معاها بياكدها بالاضافه للالبنزم، ان انا الاقي ايه؟ جرانيولز ايه داخل ايه؟ الخلايا اللايسوزومز الايه المليانه دي، بتبقى ايه؟ الخليه مليانه جرانيولز كده زي ما احنا شايفين ايه بالشكل ده هوت. ونشوف الموضوع اللي بعد كده باذن الله.